عندنا ناس اكثر من هذا طاغيه هي امريكا. بوش يريد بوش. كواليس الاحتلال. بين صرخات العراقيين وبكاء نسائهم وقتل اطفالهم، تعود منصة رازون بكم إلى الوراء قليلا، حيث الاحتلال الأمريكي الذي هشم جسد العراق واستمتع بإذلال المواطنين. في كواليس الاحتلال سنعرض وثائق وأدلة وصورا وعراقا تكسرت أجزاؤه وجثثا ملأت الشوارع لتضعها جميعا بين أيديكم. سترتدي رازون بدلة الغوص وتدخل إلى قاع الجرائم الأمريكية في العراق وتظهرها أمام الجميع. يسندها بذلك صرخات عراقيين لم ينسوا ما فعل الاحتلال. قريبا كواليس الاحتلال بين أيديكم.